نبقى الآن مع كلمة السيد العزيز الأستاذ علي المبرقع مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي في مؤسسة الشهداء، فأهلا وسهلا به. ظلت بصوره ما نعرف خبره، راحوا مني دي أنا شقد بكي أنا وما يرجعون. أحسنتم أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. عوائل الشهداء الأبرار المحترمون، السيدات والسادة الحضور، كل حسب مقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي قبل إلقاء كلمتي أن أدعو فريق المقابر الجماعية للحضور إلى المنصة، هؤلاء الجنود المجهولون الذين عملوا في أحلك الظروف الأمنية والبيئية من أجل فتح المقابر الجماعية، إذ فتحوا أكثر من 17 قبرا جماعي داخل القصور الرئاسية، وكذلك 1235 من رفات الشهداء الأبرار، فليتفضلوا إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا إذ نقف اليوم لنؤبنا كوكبة من خيرة شبابنا، قضوا غدرا على يد عتات البشرية من بعثيين وتكفيريين، أوغلوا في دماء الأبرياء العزل من أبناء هذا الشعب جريح بجريمة إبادة جماعية تعبر بشكل فاضح عن انحراف فاعليها عن كل قيم الإنسانية والدينية، انحراف شكل منعطفا فاصلا بين الإنسان واللا إنسان، بين قيم الخير والحق والشر والباطل، منعطف كشف فداحة وعري ضمير فاعليها الذين اختزلوا كل جرائم التاريخ وأسقطوها على هؤلاء الأبرياء، مما جعل العلم يعيش صدمة وذهولا إزاء كل هذا التوحش. إن مجزرة تكريت أو سبايكر أيها الإخوة، على رغم فداحتها، إلا أنها وبفضل دماء الأبرياء التي سالت أعادت الوعي للعراقيين من جديد، وشكلت حافزا مهما لتوحيدهم ونبذ كل أفكار التطرف المقيت والطائفية النكراء، دفعت بالكثيرين إلى نبذ الكراهية بين أبناء الشعب الواحد لما لها من آثار مدمرة على حاضر العراق ومستقبله. لذا شكلت هذه الفاجعة الأليمة بداية سقوط المشروع الداعشي الذي وقفت خلفه دوائر دولية مشبوهة أرادت إسقاط العراق في أتون تمزق طائفي يعمق روح الثأر بين أبنائه، ليدخل في دوامة عنف دموي يسقط من خلاله الآلاف من أبنائه. إلا أن دماء أولئك الفتية الأبرار وحدت بصدق العراقيين وكشفت حجم المشروع المراد له تمزيقنا واستنزاف مواردنا البشرية والمادية، فهب جميع أبناء هذا الشعب سيما بعد فتوى المرجعية الرشيدة المتمثلة بآية الله العظمى السيد الحسين علي الحسين السيستاني حفظه الله، لتحول هذه الفاجعة وهذه المجزرة إلى نقطة شروع لبناء عراق جديد يتوحد خلف مرجعيته الرشيدة وقواته الأمنية وحشده الشعبي، لا لينتقم ويحرق الأرض وهو قادر على ذلك، بل ليرسي معالم التسامح وقيم العدل ونبل التعامل في معارك شرسة مع عدو فاقد للرحمة. فقد جسد مقاتلو الحشد شعب الأبطال وقواتنا الأمنية وصايا المرجع الكبير المستمدة من تراث أهل البيت عليهم السلام، وطبقوها منهاج معركة ليلتف حولهم العراقيون بكل ألوانهم وأطيافهم
وليشيد العالم بأسره بمدى التزامهم بقوانين الحرب ومبادئ حقوق الإنسان، لتكون حربا نظيفة لا انتقام فيها ولا ضحايا مدنيين. أيها الأخوة، ستظل مجزرة سبايكر شاهدا تاريخيا على مرحلة عصيبة من مراحل تشكيل الدولة العراقية الحديثة، وسيبقى أثرها عميقا في نفوس وعقول أبناء شعبنا، وسيتذكرها الأجيال جيلا بعد جيل، ليستقوا منها العبر والمواقف، ويستلهموا دروسا في التعايش ونبذ العنف والكراهية. إننا في مؤسسة الشهداء إذ نحث الخطى، سواء في كشف المقابر الجماعية الشهداء لشهداء هذه الواقعة الأليمة عن طريق دائرة المقابر الجماعية، فإننا نطالب مجلس النواب العراقي لإصدار قانون ينصف ذوي الشهداء ويمنحه ما يستحقونه من حقوق أسوة بسائر شهداء العراق. ونحن على أتم الاستعداد في مؤسسة الشهداء لرفع الحيف عنهم والتخفيف عن آلامهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.